السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. طبعا نتحدث في هذا التقرير عن ضعف الدولار الأمريكي، ولكن هناك أربع محاور رئيسية نريد أن نظهرها بشكل أو بآخر. أولا توترات الشرق الأوسط التي ضغطت بشكل كبير على أسعار النفط، كما رأينا توتر العلاقات بين قطر والسعودية ومصر. إجمالا هذه الإشكالية اللي نحن عم نشوفها حاليا في الشرق الأوسط أظهرت أثر واضح على أسعار النفط التي تتراجع USWTI عند 47 دولار للبرميل، والآن نستهدف إمكانية انخفاض أكبر قد تصل إلى مستويات 43 دولار للبرميل. بالنقطة الثانية المهمة هي شهادة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كومي لمحادثة بينه وبين دونالد ترامب، من المتوقع بشكل كبير أنه أيضا يكون لها أصداء وتأثيرات على الدولار وتلعب دور أيضا في ضعف الدولار الأمريكي الحالي. الأمر الثالث المهم وهي الانتخابات البريطانية المقبلة، لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، على أداء الفوتسي 100 وعلى أداء الباوند الذي يأتي مجددا تحت الضغط. نحن عم نشوف في مجموعة من القمم ثلاثة قمم حتى الآن على الأقل على شارت الوان أور عند نفس المستوى تقريبا، وهو تقريبا عند 29.20، وصعوبة باختراق هذه المستويات أو هذه المنطقة، خلينا نقول وصولا ل 29.60، وصعوبة بتجاوزها وإمكانية بالهبوط أكبر عم بتكون موجودة أمام زوج جنيه استرليني دولار أمريكي. وأخيرا لدينا السياسة النقدية من المركزي الأوروبي، والآن اليورو يواجه ضغط وضعف حقيقي خلال تداولات اليوم. بالعودة إلى الدولار الأمريكي، أولا نذكر بأنه بيانات سلبية ظهرت يوم الاثنين متعلقة بـ PMI Services أو القطاع الخدمات في المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت أقل من التوقعات وأثر ذلك بشكل سلبي أو زاد الضغط أو زاد الطين بلة بالنسبة للدولار الأمريكي الذي يقطع عند أدنى مستوياته في 7 أشهر تقريبا. من يستغل الوضع حاليا ويلمع في الوقت الراهن؟ الذهب الذي تمكن من الوصول إلى مستويات 1290 دولار للأونصة. لكن هل يوجد هذا المومنتوم أو الزخم الذي يمكن أن يصاحبه للذهب بمزيد من الارتفاعات؟ أعتقد هناك ضغط كبير على المعدن الثمين في إثبات وجوده عند مستويات 1300 دولار للأونصة، ويعني كلما اقتربنا من مستويات 1300 دولار للأونصة كانت السخطة ممكن تكون أقوى بالنسبة للمعدن الثمين، وبالتالي معظم المستثمرين يرون أنه الذهب يعني شورت سيلينج أو بيع عليه هو ذو احتمالية كبيرة أو اقتربنا من منطقة البيع بشكل كبير. ننتظر إشارة واضحة للبيع على الوجه التحديد، لم تتشكل حاليا أو خلال تعاملات اليوم على الأقل على شارت الساعة أو على شارت الديلي. نحتاج إلى مزيد من التأكيدات حتى نقوم بالتوصية أو التوجيه نحو إمكانية انعكاس الاتجاه في أسعار الذهب وعودة للتراجعات، حيث أن التراجعات قد تأتينا بحوالي 30 دولار للأونصة. أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم. We'll be right back.